التقدير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله نشوف مهارات جديده ونعمل مع بعض وصفات تنول اعجاب حضراتكم، وطبعا هي بناء على طلب اصدقائنا سواء من خلال الصفحه الشخصيه او من خلال برنامجنا واتصالات حضراتكم. تحيه لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده هنعمل وصفه من الوصفات اللطيفه، هي محشي البصل. ناس كتير جدا بتحبه وناس كتير جدا بتعمله من ضمن المحاشي اللي بنعملها، يعني لما بنعمل محشي دولمه بتنجان وكوسه وفلفل ساعات بنحب نعمل كمان معاه كم واحده من البصل او نعمله لوحده. هو كاكله جميل وارجو اللي ما جربوش يجربه. طبعا لمحبي البصل، اللي مش بيحب البصل اكيد مش هيبقى محبذ الفكره، لكن ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. النهارده هنعمل محشي البصل طريقه لطيفه وسهله، وهنعمله بدبس الرمان، ولو عندنا حته لحمه صغيره كده مفرومه نقدر ان شاء الله يعني ايه نستفيد منها في الوصفه دي. نقول بسم الله وننزل المقادير. عندي محشي بصل بدبس الرمان. طبعا هحتاج بصل، بصل يكون كبير الحجم شويه عشان تبقى البصلايه لما تترل تبقى شكلها حلو ويعني ما تتهريش. طيب عندي كوبايه من الرز، عندي لحمه مفرومه حوالي نص كوبايه او كوبايه على حسب يعني هتعملوا كم قد ايه حضراتكم. عندي ثوم مفروم وبقدونس وشبت وكزبره خضراء ودبس رمان، وعندي زيت زيتون وعندي زعتر بهارات وقرفه ملح وفلفل وطبعا مرق، وممكن نضيف معلقه من الصلصه نطعم بيها شكل ولون المحشي بتاعنا. طيب اول حاجه انا بغلي ميه كده على النار. عندي بقى طبعا بشكر اصدقائنا اللي بيبعتوا التطبيقات على الصفحه الشخصيه واللي بيتواصلوا معانا واللي بيتابعونا، واحنا بنأكد على حضراتكم مواعيدنا في قناه الاهلي من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30. ان شاء الله نبقى مع حضراتكم. اي طلب ليكم في الفتره اللي جايه، حاجات خاصه بالعيد، حاجات خاصه وصفات انتم عاوزينها، ابعتوا لنا على طول ان شاء الله نلبيها في اوائل الاسبوع او الاسابيع القادمه باذن الله. طيب اول حاجه انا بغلي ميه كده على النار، بسيبها عشان انا هسلق فيها البصل. هقطع البصل قدامكم دلوقتي حالا واقول لكم انا قطعته ازاي وهحطه في الميه عشان نعمل ايه. بس خلينا الاول نجمع كده بسم الله الوصفه بتاعتي. انا هعمل يعني الخلطه دي هعملها نايف نايف، ودي احلى ما فيها. لو باقي عند حضراتكم لحمه معصجه شويه ما يجراش حاجه، عادي ممكن نحطها برده مع الرز ونعمل الخليط بتاعنا ونحشي بيها، مش هيجرى اي حاجه. طيب هاخد كده اول حاجه بسم الله، هاخد كده الثوم بسم الله، ثوم مفروم، وعندي شويه من الزعتر. انا بسيب بس ربع معلقه كده عشان الربع دي هحطها مع المرق لما اجي احط شويه تاتش كده يعني ايه تطعم الايه المحشي بتاعنا. بسم الله. طبعا البهارات بتاعتنا بهارات اللي احنا عايزين نحطها، رشه بسيطه كده من القرفه يعني حوالي نص معلقه صغيره، ودي اختياري طبعا. وبعدين هاخد كده اول حاجه اللحم، اللحمه المفرومه، وهبدا كده عايزه بس ادي طعم للحمه الاول. طبعا لو عايزين تضيفوا بصل باودر مفيش مشكله، كده كده احنا عاملين محشي البصل فهو هياخد الطعم طبعا. هاخد كده وطبعا رشة الملح والفلفل مش هننساها. بسم الله، ننساش ان احنا في مرق هنسقي بيه، ورشة من الفلفل. انا مستنياكم بس جيبولي بصلاية اوري بس اصدقائنا احنا عملناها ازاي، وصلناها لانها تتسلق وتبقى بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اضيف الخضرة اللي حضراتكم بتحبوها للمحشي العادية بتاعتنا خالص، اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة. ندى انت معايا يا نودي؟ اوكي انا مستنية بس يجيب لي محمد الحاجة. اوكي بصوا كده هحط الخضرة، هاخد بس معلقة صغيرة ودي اختياري بس كده، بتدي طعم كده جوه الخليط الحقيقة. وطبعا هناخد زيت الزيتون بسم الله الرحمن الرحيم نقطة كده، وهضيف الرز. انا الرز عندي ممكن تشطفوه، ممكن تحطوه جاف لو انتوا حابين، عايزين نسبه الرز اكتر، عايزين ما تحطوش لحمه ويبقى محشي رز بس ماشي. انا الحقيقه مش هحط نسبه الرز كتيره، خليني بس ايه ابدا اعمل الخليط ده، خليط جميل جدا جدا.
في ناس كتير كانت بتحب تعمل زمان الورق عنب باللحم المفروم زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيبقى ليه طعم مميز برضو سبحان الله، بيحبوه في ناس بيحبوه بالطريقة التقليدية بتاعتنا اللي متعودين عليها، اللي هو فيه الرز ما بنحطش فيه لحمة خالص. طيب بصوا كده، أنا أهو هنا ونقلب كده تقليبة حلوة، هنقلب وبعدين هخلط بس الخلطة دي كويس، وهاخد كده الأول معلقتين من دبس الرمان بقى كده مع خليط اللحم ده، وهسيب اللي باقي منهم، أنا خدت معلقتين صغيرين، اللي باقي ده هحطهم في الآخر بعد ما بحشي على وش الإيه المحشي البصل بتاعنا. دي برضو من الحاجات الجميلة جدا ومن الوصفات الجميلة. أنا رأيي تروحي له أحسن يا نودي، تقريبا هو سايب موبايله هنا. أنا سامعاه بيرن فايبريشن بس قلت أقول لك. طيب كده أهو ونقلب كده تقليبة حلوة، وآدي كده الخلطة، خلطة لطيفة جدا. هوريكم طبعا إحنا عملنا إيه في البصل. بسم الله، هشيل بس دول هنا كده، وبعدين هاخد البصل. انا بجيب البصلايه، بصلايه كبيره، وبقطع من فوق بقطع من تحت وبقشرها، وبروح حتى بسن السكينه عامله شق كده في النص اوصل فيه كل الطبقات. شايفين حضراتكم يبقى عامله ازاي؟ بنزلها في الميه، الميه دي يا دوب بس تغلي، مش عايزاها تتهري، انا عايزاها ماسكه نفسها. وبصوا اخد ورقه ورقه منها كده، وطبعا يفضل اعمل ده وهي تبقى لسه سخنه عشان ما يعني ما تتفصلش وتتقطع مني. اهو كده اهو الورقه ورقه عشان تطرى، وابدا اخد الحشو بتاعي ده احط كده هنا، وابدا الف المحشي بتاع البصل زي ما حضراتكم شايفين. وهوريكم في واحده دلوقتي هيجيبوا لي حالا بصلايه يعني نيه، هوري حضراتكم هقطعها قدامكم دلوقتي تشوفوها عامله ازاي اهو. وايه هاخد كده البايركس اللي انا عايزه اقدم فيه، بسم الله هعمل كده، وهبدا ارص وحدات البصل المحشي اللي احنا عاملينه قدام حضراتكم. بصوا كده طريقه بسيطه جدا جدا اهو، وطبعا احنا هنعمل ده وهي بتبقى سخنه، بقعد افرفطهم بعيدا عن بعض، بس لو ده حتى حصل ما يجراش حاجه، يعني وارد لو انتوا مستعجلين وعايزين تعملوا الخطوه دي وبعدين تبداوا تحشوا مره واحده ما فيش مشكله برضو. اهو انا عملتها معاكم زي ما حضراتكم شفتوا، الدنيا لطيفه جدا وبسيطه. بسم الله اهو هاخد كده الورقه، وشايفين ماسكه نفسها ازاي. مهم يبقى البصل الكبير الابيض مش البصل الاحمر، البصل الابيض بيبقى شويه قشرته سميكه. وناخد كده بصوا، بناخد هنا كده حبه كده من الحشو اهو هنا، وبعدين ابدا الف اهو. بصوا ازاي اهو الف كده، شايفين مرينه معايا وماسكه نفسها مش بتتقطع، لان انا مش عايزه اهريها في الميه السخنه، انا عايزه يا دوب بس الورق بتاع البصل ده يحصل له ايه يطرى. واهو وهبدا ارص مع حضراتكم رصه لطيفه جدا، طبعا على حسب الحجم. احنا دلوقتي مثلا عملنا البصل ده ممكن بصلتين ثلاثه يعملوا ما شاء الله يعني ايه بايركس كبير جميل جدا. تسلم ايدك يا محمد، وهحتاج بس البصلايه النيه اذا تكرمت كده. معانا منال، سلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. الحاجات الجميله دي يا شيف عظيم، يا رب سعيدك انت الاجمل، كلك ذوق جميل قوي. فكره البصل دي وبسيطه قوي قوي بصراحه والله يعني. وطعمه احلى لو حضرتك جربتيه وتقولي لي. حلو كمان ان الواحد مش عارف يعمل ايه، فعلا نجيب بصل ونعمله سهل جدا. يا حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق والله، كتر خيرك. انا بشكرك والله على كل حاجه جديده بتقدمها لنا يعني، وبنتعلم منك حاجات كتير قوي. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي يا رب تسلمي لي. بس استاذنك النهارده كنت عايزه طريقه جمبري كده سريعه وسهله بسرعه. هقول لك طريقه دلوقتي رائعه تعمليه في الفرن في طاجن يطلع روعه. طب اتفضلي حالا دلوقتي. ماشي حبيبتي، ماشي اوكي، تسلمي لي شرفتيني ونورتيني. بصي حبيب. انا لو بجيب الجمبري بقشره، انا حتى مش هقول لك قشري، مش هتحتاجي. هنجيب الجمبري هنقطع من الظهر بس، بنطلع الايه السلسله المعديه اللي هي ايه بننضفها، تبقى كده عامله زي الخط كده لونه رمادي تحت الحنفيه، وهي القشره موجوده من الظهر.
بعد ما بخلص غسل الجمبري كله تمام، هروح جايبه كام فص ثوم، عايزه تحطيهم صحاح، عايزه تحطيهم مفرومين هيبقى احلى. هنجيب جزر مبشور، هنجيب كرفس، وهنجيب الثوم، وهناخد مكعب مرق هنفركه كده معانا. وناخد بقى ايه الكميه الحلوه دي، ونبدا نحط جزر وبصل وثوم وكرفس وبعدين مفرومين كلهم، ونبدا نخلطهم مع ايه، مع على الجمبري اللي احنا حطيناه في بايركس او في صينيه. هنحط معاه رشه كمون، هنحط معاه رشه جوز الطيب او توابل السمك لو انت حابه، او توابل الجمبري زي ما تحبي من العطار، مع رشه الملح، وبعدين معلقه صلصه ما تنسيش، مهم قوي معلقه الصلصه دي، تدي له لون كده وتيست وطعم حلو. وقلبيهم بقى كلهم في بعض، وهاتي كده نص بس كوبايه مرق، نص كوبايه مرق سمك او مرق خضار زي ما انت عايزه، وحطيه عليه، وخدي كده غلفيه بالسيلفر او بالفويل، وروحي مدخلاها صينيه في الفرن، ودوقي بقى الطعم الرائع اللي هتاكلي بيه الجمبري ده، ريحته هجيب اخر الدنيا، وهتعرفي تاكليه وانت مبسوطه. هيبقى فيه صوص من الخضار اللي هو فيه الكرفس والجزر والبصل الثوم، الحاجات دي الناس بتاكله كده. انا عايزه اقول لك انا دقته ده بقى فين، عند ناس بورسعيديه، كنت معزومه عندهم، والحقيقه لقيتهم عاملين الطاجن ده. الطاجن ده عجبني جدا، وعجبني فكرته لانه سهل، ان شاء الله تعمليه ويطلع رائع من ايديكي. اهم حاجه بس نضفي الجمبري حلو، بيبقى ساعات فيه رمل كده وحاجات، ودي اهم نقطه في الموضوع. معلقه الصلصه مهمه، في توابل سمك اشتريها او توابل جمبري من عند العطار خليها عندك دايما. اهم حاجه كمان رشه جوز الطيب، مكعب المرق، وان شاء الله هتبقى جميل. او دوبي مكعب المرق في نص كوبايه الميه وحطيه عليه ودخليه الفرن. معانا بسمه، اهلا وسهلا. صباح الفل عليكي يا بسمه. الو، اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. صباح الخير، اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. انا معاكي يا بسمه، سامعاكي. بحبك قوي. يا رب يسعد قلبك يا بسمه، تسلمي لي. بحبك قوي. تسلمي، روح قلبي كتر خيرك. تسلمي. ممكن تدعي لي يا ماما؟ ممكن تدعي لي علشان نتيجتي طبعا النهارده؟ يا رب ان شاء الله. تكلميني بكره باذن الله وانت ناجحه ومتفوقه يا بسمه، يا رب باذن الله. كل من منتظر نتيجه النهارده زي بسمه، يا رب يا بسمه ان شاء الله تسمعي الخير كله حبيبتي، ويفرح قلبك، وتكلميني بكره وتقولي ان انت نجحتي وتفوقتي. انت كل اللي منتظر نتيجه حبيبه قلبي. باذن الله ربنا يجعلني سبب، ويعني ادعي لكم بجد ويتقبل مني. تسلمي لي، ميرسي لثقتك الغاليه يا بسمه، والله يا حبيبتي شكرا ليكي. بصوا بقى انا عماله اعمله كده جنب بعض، على فكره الطبق ده جميل قوي، انا يعني يمكن عشان انا بحب البصل، بس في ناس تانية مش بتحبه. عايزه اقول لكم البصل المسلوق ده مهم قوي، مفيد قوي. عايزه اقول لكم الناس اللي تبقى عندها ساعات كده اكتئاب، او في وقت معين يعني كده يبقى متضايقين، يروحوا عاملين شوربه البصل، يعملوا شوربة البصل ويشربوها كده، لأن البصل ده من الحاجات اللي بتنقي الدم جدا، وكمان بيساعد في لما يكون الواحد نفسيته مش لطيفة يعني. بصوا الجمال، أنا دلوقتي إيه بعمل كده، طبعا هوري حضراتكم عملت إيه قبل ما أكمل حشو. بصوا بقى، أنا هجيب السكينة بسم الله، وهاخد كده الكاتنج بورد، معلش عشان أوري حضراتكم، هي بسيطة ما فيهاش حاجة، بس برضو ايه ابقى عملتها مع حضراتكم تبقوا شايفين. انا هاخد البصله من هنا اهي كده، يا رب بس تكون دي السكينه تمام، وهاخد من هنا الظهر كده، وبعدين هعمل كده الاول. شايفين انا عملت شق فين؟ لحد بس دخلت لحد نص البصلايه اهو، لحد هنا خلاص. هاخدها هنزل بيها في الميه السخنه دي، ومعايا السبايدر، اعتقد محمد حطهولي هنا، شوفوا حالا اهو، تسلم ايدك. همسك كده، بصوا انا مش هسيبها تغلي كتير، انا يا دوب اول ما الاقي بس بدات اول طبقه دي تديني بس حته كده تفضى ان انا اقدر اشيلها، هروح شايلها على طول. ومعانا مدام روحيه، صباح الفل. اهلا اهلا، ازيك يا عظيم؟ صباح الفل عليكي مدام روحيه الغاليه، تاني عظيم حضرتك اكتر، ربنا يديك الصحه يا رب والعافيه. ربنا يخليك، انت اللي غاليه يا رب يديك الصحه يا فندم. عيشه حبيبتي، وحشاني يا عظيمه. حضرتك اكتر والله، سعيده بسماع صوتك. انا عليكي كنت واخده دور صعب شويه. بعد الشر عنك، ربنا يسلمكم من كل شر يا فندم، ربنا يديكم الصحه والعافيه جميعا يا رب. عيشه تعيشه حبيبتي، عيشي. تحياتي لحضرتك على الحلقه بتاعت النهارده دي عظيم. يا رب يخليك يا فندم، ما تحرمش. اعمل لنا برضه شوربه البصل يا عظيم. عينيا، اعملها لحضراتكم بطريقه سهله وبسيطه. عينيا يا فندم،
تسلمي لي مدام روحيه. تسلم عينيكي وايديكي وفي تعليمك يا عظيمه. ما تقوليش كده، والله احنا بنتعلم من حضراتك. يا رب يخليكي، يا ربنا يبارك في عمرك يا رب يا فندم. حبيبتي ربنا يخليكي مدام روحيه، ما تحرمش منك ولا من ذوقك ولا كلامكم الحلو، والله ده حضراتكم الاحسن واحنا اللي بنتعلم منكم وبنحاول يعني نمشي على النهج الجميل اللي حضراتكم يعني اتربينا عليه، وانتم كان ليكم بصمه اكيد في حياتنا ايجابيه جدا. تسلموا لي. طيب بصوا كده، اوكي يا حبايب، بصوا هاخد، بصوا بقى اول ما تبدا الايه، بصوا بصوا حضراتكم اول ما تبدا كده ببدا اشيل الورقه، وهي دلوقتي سهله عليا ازاي اهو، هاخدها كده وهحشي، يعني دي برضو دي طريقه، يعني دي طريقه اهي، وهبدا اعمل كده في ورقه ورقه، كل ما تفك ورقه اخدها، شايفين ازاي، حتى بايدي والله مش محتاجه حتى حاجه، بس انا طبعا بجيب اللي هو الملقاط ده امسك بيه، خليني احطها هنا عشان اوري حضراتكم بس ان انا ايه سهل ان انا افصلها اهي، ما استناش عليها، هي مجرد تطرى عشان ما تتكسرش مني، وابدا الف بقى. طبعا المحشي ده جميل ان شاء الله يا رب يعني ينول الاعجاب. خليني كده اعمل بقى الصوص بتاعه بطريقه بسيطه، بصوا ما خدتش وقت ازاي، البصلايه اللي احنا حطيناها سوا مع بعض اهي كده، وبعدين هاخد كده المكعب المرق ده هاخده، وبعدين هروح حطاه فين، سخن ميه سخنه جنبي هنا، عشان هاخد المكعب ده احطه في شويه ميه، نص كوبايه ميه، وهدوبه واحط معاه معلقه صلصه وبقيه الايه الزعتر وشويه من البهارات اللي قلت لحضراتكم سايباها للاخر بس كده. اتفضلوا ناخد معانا مدام سميره. صباح الفل مدام سميره، اهلا بحضرتك. صباح الفل يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ وحشتينا. حضرتك اكتر، وحشتيني، ومدام سريه وحشتني كتير كتير كتير، واسمحوا لي ابعت لها تحيه من هنا لاستراليا. ابعت لك السلام الحقيقي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا انت وحضرتك، يخليها لينا. تسلمي ايدك يا حبيبتي على المحشي البصل ده. تسلمي تسلمي وتعيشي يا رب، شكرا لحضرتك. على كل حاجه بتعمليها الحقيقه جميله. ربنا يسعدك يا فندم، والله من بعد ما عندكم مدام سميره تسلمي لي ويسلم ذوق حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك يا حبيبي. تسلمي لي يا رب، حضرتك ما تقوليش بحاجه، يوصل يا فندم يوصل. تسلم ايديكي. ميرسي. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي مدام. وفي بلاء في كمان سلام من كندا لعلمك. تحيه يعني. ليهم حبايب قلبي والله، يعني تحيه ليهم كلهم بجد. لكندا ولمدام سوريا حبيبه قلبي في استراليا، ونيكول ببوسك من هنا لحد كندا بجد، ولنيفين بنوتة حضرتك تحية ليها بجد كبيرة. هي جاية إن شاء الله. يلا هسمع صوتها بقى. إن شاء الله تنورني وتشرفني وتشرفني يا فندم. ما تحرمش من حضرتك ولا من سؤالكم ولا من اتصالكم أبدا. أم إسلام حبيبتي وحشتيني، فراولة حبيبتي وحشتيني، كل أصدقائنا الحلوين. زينة أنتِ فين يا روحي؟ أنتِ فين النهاردة؟ ويكوني في الحضانة. لو في الحضانة يبقى حظهم حلو إن أنتِ موجودة هناك. طيب انا دلوقتي بصوا بقى كملت، هكمل بس اخر واحده. طبعا الحاجات اللي بتبقى دي تقدروا على طول، بصوا نعم حاضر من عيوني الاثنين هعمل كده. خليني ممكن اخد دي، الصغير ده بقى اوعوا ترموه، هتقطعوه عادي جدا وتحطوه من ضمنه، وهيتسقي معاه وهيبقى طعمه يجنن. بس انا حبيت اوري حضرتك احنا بس لما هنقي بصل، وما هنا الشباب نقوا البصل مش زي اللي انا يعني ايه عايزاه قوي الكبير اللي هو مورق ده زي ما بيقولوا، لكن حضراتكم تنقوا مش البصل الصغير ده، تنقوا البصل الكبير الكبير عشان يديكم مساحه ورق حلوه، وتستغلوا بصلتين ثلاثه تحشوا بيهم، تبقى الدنيا في الامان بفضل الله. بصوا بقى جمال ده، بصل ده كمان لما بيتعمل في العزومات والله عارفين حضراتكم بيبقى يجنن وليه طعم كده مختلف. تعالوا بقى كده، انا هاخد هنا هشيل دول. البصل ده طبعا زي ما اتفقنا مش هنرميه، ممكن نستخدمه في الطبيخ وممكن نستخدمه في الوصفه نفسها، هيبقى رائع يعني ما ترموهوش، ده ممكن يتشال في الفريزر ويستخدم في وصفه تانية. طيب هاخد كده هعمل ايه بقى، هاخد المكعب المرق ده، وخليني ايه انا هاخد هنا شويه في البوله دي، هحط المكعب المرق ده بيدي طعم كده وتزني، ما بنعمل محشي عادي، لو عند حضراتكم مرق فراخ باقي مرق لحمه هيبقى احلى واحلى، يعني هيبقى افضل كتير. وهاخد كده معلقه كده من الصلصه بسيطه، وطبعا هاخد كده من دبس الرمان على وش البصل اللي باقي، انا حطيت شويه في الحشوه زي ما اتفقنا، هم كلهم معلقتين قسمتهم جزء فيهم في الوصفه في جوه الحشو،
وجزء حطيته هنا وهسقي عليه الايه المرق ده مع رشه البهارات اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، وطبعا رشه فلفل صغننه ورشه برده بسيطه كده ملح صغيره، وهصب ميه سخنه ورشه من زيت الزيتون وشكرا. وهندخله الفرن، انا مش هسويه على البوتاجاز. ليه هدخله الفرن؟ عشان ما يتهريش من حضراتكم، لو حطيناه على البوتاجاز هيستوي قوي 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 وهيطرى جدا وايه وهتتضايق ومش هيحافظ على شكله زي ما احنا عاوزين. هقلب بقى الحاجات الحلوه دي كده مع بعض، وبالمعلقه يا دوب هسقي كده من فوقه حاجات بسيطه جدا، رشه زيت زيتون، ان شاء الله تاكلوه صحه وهنا على قلب حضراتكم. كده نقطتين بس كده من زيت الزيتون بس كده، ونايه وناخد كده من المرق ده، هو طبعا مستوي يا دوب هيدخل الفرن مع الصوص الجميل ده، خلاص هيكمل سواه ويطلع جميل. هحطه في الفرن حراره 180 على الشبكه في النص لحد ما يطلع كده جميل وماسك نفسه، وتقدروا تتحكموا في السوا بتاعه زي ما انتم عاوزين. اهو ندخل بقى الفرن ونوري حضراتكم بقى اللي طلعت شكلها عامل ازاي. بصوا محتفظ، هتلاقوا بشكل البصل استوى شويه وايه وتعدل موضوع السوا بتاعه وبقى جميل جدا، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. تعالوا بقى ندخله الفرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هحطه هنا مشغله فرن ومروحه بس. شايفين بقى كل واحده ماسكه نفسها ويعني حلوه، ناخدها في الطبق وناكلها كده بالشوكه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هستسمح حضراتكم بقى في استراحه، هنطلع الاستراحه ونرجع ان شاء الله في بدايه الشوط الثاني. هنعمل فرخه سهله جدا، اللي عايز يعمل اي فراخ سريعه في الفرن هديكم تتبيله رائعه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم، وبسيطه وتنفع في الكم الكبير يعني تسعف في العزومات. خلينا نشوفها ان شاء الله في ابتداء الشوط الثاني بعد الاستراحه، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، وهنبدا في الشوط الثاني. ودلوقتي هنعمل وصفه، الوصفه دي تنفع جدا في العزومات لما تكونوا عايزين تعملوا فراخ ومش قادرين تقفوا تشووا، مش قادرين تقفوا تعملوا حاجه تاخد مجهود منكم او تسلقوا او تحمروا. اعملوا الخلطه دي، حطوها على الفراخ ايا كانت العدد بتاعها، يعني الكميه اللي انا هعملها دي تعمل اكتر من فرخه اكيد، يعني هتعمل مثلا بتاع 4 فرخات مرتاح. وتعملوها في صينيه وتصبوها وتدخلوها الفرن، هتشموا احلى ريحه وهتاكلوا فراخ طريه جدا مهما كانت هي كبيره. او ناس ما بتحبش الصدر تقول لك ساعات الصدر بتاع الفرخه بيبقى ناشف عن الجزء الاحمر في الفرخه الورك لانه ما بيبقاش طري. دي بقى هتخليها عشان الزبادي اللي موجود في الوصفه هتخلي دايما الفراخ طريه. لو حضراتكم جيتوا تاني يوم اتبقى منها فراخ وغلفتوها في كيس كده وشلتوها في التلاجة وتيجوا تاكلوها تحسوها زي صدور الرومي الطرية، لحم الصدر ناعم جدا وجميل. تعالوا كده نقول بسم الله، هنبدأ في المقادير بتاعتنا واعتمدوها بجد وعلى ضمانتي. أول حاجة عندي فراخ مشوية بالزبادي والزعتر. هنعمل الفراخ سواء على حسب حضراتكم، أنا عاملة فرخة مفتوحة من الظهر، أو حضراتكم عايزين تعملوها 4 أرباع أو انصاص النص بالطول اللي يريحكم. طيب التتبيلة عندي بصلاية وعندي طماطمية وعندي كوباية من الزبادي وعندي معلقتين كبار من الصلصة، معلقتين من الصويا صوص، عصير ليمون، معلقتين كبار من الخل، معلقة كبيرة من بهارات الدجاج، نص معلقة كبيرة من الكاري، رشة من الجنزبيل وده اختياري، لو مش حابين حطوا ما تحطوش خالص مش مهم، زعتر، ورق لورا، وملح وفلفل. الوصفه دي لوحدها من غير الزنجبيل رائعه. انا ليه بحط الزنجبيل بقى؟ لانه احنا في الطبيعي في حياتنا ما بنستخدموش كتير، فانا بحب اقول لو احنا ما فيش عندنا مشاكل في الضغط، ما فيش عندنا مشاكل مع الجنزبيل عموما، يا ريت لو ناخد حته صغيره تتضرب معاهم فناخد الفايده لينا في التتبيلات. لو احنا مش بنحب نشربه، مش بنحب نستطعمه، يعني نحطه في الشربات، يعني نستغله باي طريقه او باخرى عشان الجهاز المناعي بس. يعني من وقت احنا طول الشتاء بناخد فيتامين سي بنهتم عشان دايما بنبرد، طب وفي الصيف هنعمل ايه؟ وبعدين عايز اقول لحضراتكم نصيحه، لانه الحقيقه كذا حاله حصلت واسمحوا لي هقول لكم، وده برضو يرجع للناس اللي غير امينه في الزرع بتاعها. البطيخ والمشمش والعنب والخوخ خلوا بالكم منهم قوي اول الموسم. اول الموسم الفتره دي في حالات اعياء رهيبه جدا جدا جدا، واطفال بتتعب كتير جدا وكبار
بطن بيشتكوا من بطنهم لانه الفتره دي بيكبروا الخوخ في 3 ايام. طبعا دي حاجات كلها مش طبيعيه، فاحنا يعني عايزين نقول للناس ايه، لما يقعد في السوق كده ويتراكم ويعرفوا يتقوا ربنا شويه وهم بيبيعوا بما انهم بياخدوا حقهم، يدونا حقنا على الاقل احنا ناكل حاجه ما تعيناش وما تتعبش اولادنا. طيب خلينا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. هاخد كده اول حاجه البصلايه والطماطمايه، هروح على الخلاط، كل الحاجه هضربها في الخلاط بسهوله جدا. بسم الله كده تمام. بس انت معايا، احنا كده قولوا لي وقتي وانا عينيا ليكم، وقولوا لي معانا مين. بسم الله هحط كده الزبادي اهو. طبعا الميه بتاعه الزبادي ما ترموهاش، دي البروتين اللي موجود في الزبادي. حط 2 ورق لورا. معانا ام جنى، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايوه مدام عزيمه، عامله ايه؟ اهلا بيك يا ام جنى، ربنا يبارك فيك يا رب. انت بتعملي حاجات جميله قوي. يا رب يسعد قلبك يا حبيبتي، اسلمي لي. انا متابعاك. شرف ليا متابعتك يا حبيبتي والله، كتر خيرك. لو سمحتي المكرونه ايه معلش؟ بشاميل ولا ايه يا بنات؟ قولوا لي. المكرونه البشاميل. من عيني اقول لك دلوقتي حالا عليها. عينيا. عينيا ليك يا ام جنى. هخلص الوصفه دي وهقول لك حالا. دلوقتي انا حطيت البصلايه والطماطمايه وحطيت الزبادي وحطيت رشه من البهارات، حطيت البهارات الفراخ يعني، دي رشه من الكاري كده تدي. بصوا بقى انا حطيت الصلصه وحطيت نقطه من الكاري، لو انتوا عايزين الفرخه تطلع مصفره يبقى هتحطوا رشه من الكركم وهتقللوا الصلصه، هتحطوا معلقه واحده بس صغيره، لكن لو عايزينها تطلع شكلها محمر ولطيفه هتحطوا لها الصلصه، تزودوا معلقتين الصلصه بس، هي دي الفكره. حطيت هحط كده، بصي دي معلش عشان دي معلقه صغيره، المعلقه الصغيره بمعيار معلقه كبيره، وانا حاطه معلقتين اهم بالظبط. خلاص هنحط بقى عصير الليمون، انا مبقيه الزعتر اخر حاجه. بصوا بقى الزعتر هنا عندي فريش كمان، جميل ازاي. طبعا اذا تواجد فريش ما فيش مشكله، اذا ما فيش هنحط زعتر جاف ما يجراش اي حاجه. طيب هاخد رشه الملح ورشه الفلفل الاساسي، لو عايزين تظبطوا قوي الملح بتاعها، وفي ناس بتقول لي والله يا شيف احنا ساعات ما بنعرفش نظبط الملح في الحاجه، فبقول لهم نعاير. نعاير يعني في معالق معياريه زي الصغيرين دول، نبدا ناخد من المعلقه ونعاير وندوق نشوف مظبوط، يبقى انا عرفت معياري في الوصفه دي بعمل قد ايه. مفيش مش عيب ابدا ابدا، كلنا كنا بنعاير وكلنا كنا بنمشي على كلام اللي بتقوله لنا اهالينا عشان نقدر نعمل. انا بقول ده للبنات الصغيرين يعني، انا لو بنصح بنتي هقول لها اقفي جنبي هتعملي الرز، هتقف تعمل الرز حطي كذا بالمعيار عشان هي ما تعمله لوحدها تبقى عارفه هتحط قد ايه وتعمله ازاي. طيب هنحط كده معلقتين خل، ادي معلقه ومعلقه. اولا الخل برده كمنقي عام ومطهر، طبعا احنا بنغسل الفراخ كويس، الفرخه بتتغسل بالملح وبالدقيق وبنغسلها حلو حلو. في ناس على فكره للبط برده، عايزه اقول لكم بالذات للبط عشان البط بيبقى فيه ريحه زفاره وبيبقى فيه شويه حاجه، بيغسلوه بالطحينه والملح الخشن. الطحينه على فكره بتشيل الزفاره بشكل قوي جدا عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. هنحط دلوقتي عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده من عصير الليمون، كل ده بيدي مزازه كده للفرخه وبيخلي انسجه الفرخه تتخلخل كده. حط معلقتين زيت زيتون اهو بس كده، او زيت نباتي اللي متوفر عند حضراتكم. نضرب بقى الخليط ده كله، حطينا الورق اللورا، حطينا البهارات الفراخ، البصل، الطماطم، علبه الزبادي، كل حاجات. بسم الله هتتضرب ما تخافوش، لانه الزبادي هيخليه سائل، الزبادي لما بيتضرب في الخلاط بيبقى زي الليكويد يعني زي الميه. بسم الله بصوا بقى خلطه جميله، الخلطه دي تعمل كذا فرخ. خلوا بالكم لما بتخش الفرن، هقول لحضراتكم بيحصل لها ايه. اما بتخش الفرن بتطرى قوي، انا هعمل كده الاول هنا، الريحه روعه الخلطه دي الاول. سيبوها بقى دي، يا سلام لو حضراتكم عاملينها من بالليل مثلا، عندكم عزومه ونقعتوا الفراخ دي مثلا من بالليل فين في الخلطه دي وغطيتوها وسبتوها في الثلاجه على التسويه، حطيتوها في البايركس وايه وسبتوها على التسويه. بصوا انا بعمل كده علشان كل الايه الخليط، واقلب الفرخه كده اهي هنا، وهصب بقيه الكميه بسم الله هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم هاخد كده بقى هنا. طبعا
اهو هتبقى رائعه. بصوا بقى لما اسيبها شويه ساعتين، لو حضراتكم مستعجلين ساعتين، مستعجلين قوي ممكن تبقى نص ساعه، بس اقول لكم بصراحه مش هتستمتعوا بالطعم بتاع التتبيله دي الا لو اتسابت على الاقل ساعتين او من بالليل للصبح لو في التتبيله دي تقدروا تعملوها وتسيبوها، وتاني يوم تدخلوها الفرن وهي ساقعه كده في الصينيه بتاعتها او في البايركس بتاعها على الفرن على طول. الفرن هيبقى حراره متوسطه، ممكن يبقى 180 برضو على الشبكه في النص. طب هدخلها ازاي لو انا مدخله فرخه واحده او اكتر من فرخه؟ طيب لازم الاول اكمرها. اكمرها يعني بجيب كده ورق الخبز او اللي هو ورق الزبده يعني زي ما بيقولوا كده اهو، وهروح الاول مكرفشه الورقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده طبعا تنقوا ورق الخبز الكويس، في انواع كتير في السوق، واحد يغني عن 10 اهو. بكرفش الورقه كده ليه بكرفشها؟ عشان ما تلزقش في الفرخه فتلزق فيها وهي بتستوي فالجلده تاخد الورقه دي معاها اهو، عشان برضو ابقى عامله ماده عازله بين الفرخه وبين الايه؟ وبين الورق الفويل اللي انا هحطه فوقها، لان طبعا اي حاجه بتعدي الساعتين في الفرن. ناخد ده بسم الله. لازم حضراتكم تفصلوا بالورق الخبز اول ما تعدي الساعه في الفرن، ساعه مش ساعتين، لازم تحطوا ورق خبز تحت الفويل. لو هي هتاخد اقل من الساعه مفيش مشكله تغطوا بالفويل، لانه ما بيلحقش يتفاعل قوي، ماده القصدير دي ما بتبداش تنزل وتتاكسد الا بعد مرور ساعه من الحراره العاليه. طيب هاخدها بقى ليه بكمرها؟ تكمروها عشان تستوي ايا كان وزن الفرخه او الفرختين او الثلاث فرخات. الصوص ده يعمل لحد ثلاث اربع فرخات مظبوط قوي. فجاه هتلاقوا ايه بعد ما بتتكمر اول ربع ساعه نص ساعه مثلا او 25 دقيقه هتلاقوها بقت خلاص وعملت صوص حواليها ميه كتير جدا، عشان كده بقول لكم هتسوي اكتر من فرخه. هنبدا نحطها، هتلاقوا الصوص ده نزل، هنروح رافعين الفويل ونشيل ورق الزبده ونسيبها بقى تحت الشوايه الهاديه تاخد بقى اللون وتستوي. وحتى لو ما شغلتوش الشوايه هي مع الفرن هتستوي، بس لو استوت يبقى هنشغل الشوايه، لو ما كانتش لسه كملت السوا يبقى هنشغل الفرن بس. يلا بينا هنروح كده للفرن. في الحاله دي هحطها على الصاج اللي تحت اللي هو قبل الارضيه بتاعه الفرن علشان تبقى الحراره قويه معاها، والمروحه فوق بتوزع الهواء طبعا. وهنشوف دلوقتي برضو المحشي البصل بتاعنا عمل ايه، لكن هنستسمع حضراتكم هنطلع ليه استراحه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل وصفه لطيفه اطفال وكبار بيحبوها، هي شبه بلح الشام ولكن اسمها تشورز، هي حاجه كده لطيفه بين بلح الشام ولكن مش هنحط بقى فيه شربات ولا حركات، هنعملها كده بالسكر والقرفه، نعمل عليها صوص شوكولاته، الولاد بيحبوا ياكلوها سخنه قوي، وكانت في المولات الكبيره بيعملوها بجهاز كده بيحشوا جواها شوكولاته القابله للدهن. تعالوا نشوف هنعملها بطريقه بسيطه ان شاء الله في البيت تعجب حضراتكم بعد الاستراحه، في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه من الاستراحه، ودلوقتي هنبدا في وصفه التشورز. اسمحوا لي ابعت تحيه لنانسي، يا مدام نانسي زوجك بشوي مصور معانا لسه بيقول لي حالا انت محتاجه الوصفه بتاعه الفراخ. حبيبتي طبعا ان شاء الله رب تنول اعجابك، جربيها وتقولي لي رايك ايه وهساله بعد كده. تحيه ليكي جدا. طيب احنا هنعمل التشورز دلوقتي، هقول المقادير بسيطه وهنقول بالتقريب كده بالكوبايات هتبقى قد ايه. طيب عندي حوالي 170 جرام من الدقيق، وعندي 250 ملي من المي، 30 ملي من الزيت، يعني حاجات بسيطة تقريبا معلقتين أو ثلاثة، 20 جرام من العسل حوالي برضو معلقة كبيرة مليانة أو معلقتين ممسوحين، رشة ملح، بيضة واحدة. للتزيين عندي إما سكر بقرفة، الناس اللي مش بتحب القرفة ممكن تحطوا عليها صوص شوكولاتة أو صوص كراميل أو أي حاجة أنتوا عاوزة، أو ممكن تحطوا سكر بودرة بس لو أنتوا مش حابين القرفة مفيش مشكلة. طيب أنا يعني هعملها بالطريقة اللي احنا بناكلها بيها دايما بره، وهي بتبقى السكر بالقرفة. بره ساعات بيعملوه بيبقى اتخن شويه، انا هعمله حاجات صغيره كده الولاد يغمسوه في صوص شوكولاته زي ده. بصوا الشوكولاته دي يحبوها قوي تبقى دافيه، ويا سلام لو استخدمتوا الشوكولاته الدارك اللي هي نوع تكون حلو 70% كاكاو صحيه، تديهم كده باور وتديهم انرجي كده، وفي نفس الوقت تبقى بنذبها على حمام ميه دافيه ما حطتش حاجه. يوم ما تحبوا تطعموها يعني ليهم قوي بتدي طعم، هنحط كوبايه كريمه حوالي 200
ملي عليها ال 250 جرام شوكولاته مثلا، وهتروحوا مدوبينها، تسخنوا الاول الكريمه على النار وتروحوا منزلين فيها الشوكولاته وترفعوها من على النار وتدوبوها لحد ما تبقى زي دي، تديكوا كده الجناش اللي هو الايه الطعم الحلو. يبقى احنا طعمنا الشوكولاته بحاجه ليها طعم او صوص شوكولاته جاهز زي ما انتوا تحبوا. طيب عندي بقى المقادير دي، هجيب كده حله صغيره، انا هحتاج حله صغنونه قلت لكم عليها للميه، هحط فيها الميه بتاعتي. خليني اشوف دي، لا دي لا. طيب انا عايزه حله صغيره، هاتوها لي يا ولاد، احط فيها الميه والايه والحاجه بتاعتي. خلي هنا كميه السكر كده على جنب، هقرب بقى انا الحاجات بتاعتي دي هنا، الزيت والعسل والدقيق والبيضه احطهم هنا، وطبعا اي حاجه فيها يعني فيها شوكولاته فيها كده ما بيبقاش محتاجه قوي فانيليا، لكن لو حضراتكم حابين مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي هشوف كده ايه الوصفه مع بعض، وهنا ممكن احط القرفه، ممكن اخلط القرفه مع كميه اقل من كده من السكر. خليني اخد كده بوله عقبال ما يجيبوا لي الحله، احط كده سكر عادي ناعم خالص كده مثلا، وهنحط عليه مجموعه القرفه دي عشان نخلط الخليط ده كده كده. هنقلب تقليبة حلوة للسكر والقرفة، ومعانا اهو صوص الشوكولاتة، وهي زي عجينة بداية بلح الشام، عجينة الشو بالظبط. خليني كده اشوف هنا كده، ماشي اوكي. ممكن اخد دي كده احط هنا، ايوه يعني لسه فاكرين. طيب هحط هنا، لا ما انا قايله من الاول، ايوه ماشي. انا بدفي هنا الزيت، الزيت هنا بقى مع الفرق مع الفارق بين بلح الشام والتشورز. التشورز انا هسخن الزيت على حراره متوسطه، في بلح الشام انا بحط بقطع العجينه وهي بارده علشان يديني نتيجه ناجحه. اذا هنا ده اول فرق اهو في الفرق بين الاثنين. طيب انا بسخن هنا، هحط بقى كميه الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل كده كميه صغيره، وطبعا هحط فيها الزيت، طبعا بيبقى مقرمش وجميل بالزيت. اللي حابب يضيف زبده ترجع لحضرتك، مكعب زبدة أو مكعبين مفيش أي مشكلة خالص كده. وبعدين هاخد كده معلقتين العسل هحطهم برضو هنا بديل للسكر. احنا بقى عايزين نعملهم حاجة حلوة يعني ايه مفيدة اهو، مش هحط بقى سكر خلاص. طيب هاخد كده ويسك ممكن، وهاخد رشة ملح بسيطة تظبط معايا بسم الله، نسبة الايه الحلو يعني نسبة التسكيرة. نقلب كده لحد اول ما المية والزيت ورشة الملح ومعلقة العسل يبدأوا يغلوا، هروح صبة الدقيق وابدأ اقلب كده بسباتشولا لما تبقى عجينة معايا لطيفة. طيب كده معانا ندى، اهلا اهلا يا نودي، السلام عليكم. حلو. يا ندى اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. عليكم السلام، اهلا وسهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. ممكن اسالك عن سؤال؟ طبعا اتفضلي حبيبتي، قولي لي اللي انت عايزاه. طريقه عمل البيتزا والصوص بتاعها. من عيني يا روح قلبي، احنا هنزل لك الطريقه حالا وانا هقول لك عملتها ازاي. انا بحبك جدا. يا رب سعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي، كتر خيرك يا روحي، احبك الذي احببتني فيه يا روح قلبي، والله محبه حضراتكم دي غاليه عليا جدا جدا بجد، تسعدني جدا جدا رغم اي ظروف الا اني بتديني طاقه ايجابيه بجد، اسعد الله كل اوقاتهم. طيب بصوا بقى هتبدا بس كده تغلي. طيب احنا عندنا يا ندى البيتزا، العجينه بتاعت البيتزا عموما هي انا بعمل على الكيلو دقيق، بحط معلقتين خميره وبحط معاهم لو انت حابه تطعمي بمعلقه مثلا من اللبن الباودر، بحط ثلاث معالق من الزيت او ربع كوبايه من الزيت النباتي او زيت الزيتون زي ما انت عاوزه، وبحط طبعا معلقه كبيره من السكر عشان يبقى فعال للخميره الفوريه، ورشه من الملح او ربع معلقه ملح،
او نص معلقه ملح على حسب انت بتحبي العجينه تبقى فيها طعم ولا لا. وطبعا الكيلو دقيق، دقيق اهو بصوا بدات تغلي ازاي. كيلو الدقيق ده بتاع جميع الاستخدامات او بتاع البيتزا بياخد حوالي نص لتر او 550 جرام من الميه، ملي من الميه. انا بحط الاول شويه شويه الميه، يعني بقلب المكونات الجافه مع بعض الاول، وبعدين بنزل شويه شويه ميه دافيه. دافيه يعني تكون ايه، انا احط صباعي فيها كده اعد لحد 10 انا مرتاح، لكن ما تكونش ساقعه عشان تشغل الخميره. اولا الخميره الساقعه هتموت الخميره، الميه الساقعه والميه السخنه جدا تموت الخميره برده. طيب هعمل كده، هنزل كده كميه، بصوا بقى الدقيق هيبدا ايه، بسم الله يتماسك كده معايا هنا ويعمل كده عجينه كده زي ما حضراتكم شايفين. عملنا قبل كده بلح الشام من غير بيض، وكان رائع وهش جدا، واتمنى ان حضراتكم تجربوه بجد، لانه بتاع المحلات انا ما اعتقدش انهم بيحطوا فيه بيض اساسا الحلوانيه خالص، لان ده تكلفه عاليه جدا عليهم. بس شوفوا بيطلع مقرمش وحلو زي احنا عملناه. ارجعوا للحلقه ان شاء الله حضراتكم تشوفوها، يعني الطريقه هتعجبكم جدا جدا. وفي ناس كمان عندها حساسيه من البيض ما بتقدرش تستخدم البيض يعني، هتلاقوا الطريقه كده. ونعمل مره تانية طريقه بالبيض. بصوا بقى للتشورز ده انا هحط له بيضه واحده. بصوا ايه اللي بيدلل ان انا العجينه كده تمام اقدر اشتغل فيها، انها تعمل قشره. شايفين في الحله، شايفين القشره اللي تحت دي كده، هي تمام، دي علامه من العلامات عشان احس ان العجينه تمام. طبعا انا قبل ما اضيف البيضه اسمحوا لي هاخد كده العجينه الحلوه دي واحطها في العجان، يعني ابردها اسرع عشان الحق اشتغل فيها مع حضراتكم. بسم الله اهي، وهرفعها كده في البيت. امال هتعمل ايه قولي؟ هتضطر تغطيها وتحط الكلانفل على وشها. ده المخرج بيسالني بيقول لي طب انا ممكن في البيت ما اعملش كده. هتضطر تغطي العجينه دي وتخلي البلاستيك او الغطاء يعني حاجه ملامسه للعجينه عشان ما تعملش قشره والا تنشف منك، تمام؟ وبعدين ممكن ابردها في البيت بايزي، بالافضل اقلب فيها اقلب فيها اطلع البخار. انا بس عايزه اضيف البيضه بامان، بس مش عايزه اعمل حاجه، تمام؟ وبيضه واحده كفايه، والزيت هنا اهو، ومجهزه جيب الحلواني. الصوص بتاع البيتزا بقى من اجمل الحاجات. احنا عايزين ننزل المقادير يا ندى لو سمحتي. بصوا الحراره حضراتكم البخار بيطلع ازاي، بتهوي البخار كله اللي فيها. ماشي يا حبايبي، تسلم ايديكم اهو، شايفين البخار يبدا يتهوى عشان ننزل الايه، البيضه ما تستويش كده. انا رايي بلاش تكلميني احسن، ها ولا ايه كده؟ ننزل ونقلب. ماشي حبايبي تسلم ايديك، حطيت البيضه. ماشي حبايبي، صوص البيتزا، صوص البيتزا انا ليه طريقتين، اما ان احنا بنعمله بطماطم عصير على طول في الخلاط لو مستعجله، او هنعمله بطماطم كونكاسي. يعني الاحلى في صوص البيتزا تاكليه اصلي لما تكوني مديه الطماطم دي علامه اكس من ظهرها وحطيتيها في شويه كوبايه ميه تغلي غلوه على النار وترفعيها تحطيها في ميه ساقعه متلجه. نقلب بس البيضه كويس. بسم الله اهي معانا العجينه برده، لو حابه حبيبتي تكتبيها او تصوريها. اهو هني اقلب ده كده بالسباتولا. لندى اللي عايزه البيتزا. طيب مش انتي؟ مش ندى انتي؟ ماشي، اصل احنا معانا ندى تانيه فبتقولي مش انا يا شيف اللي عايزاها. طيب كده هنزل بقى الكف. بسم الله نقلب بقى تقليبه حلوه، وصوص البيتزا ننزله بقى يا نودي اهي كده. تعالى معاك يا حبايبي كده. خليني بقى اخد ده، انا عايزه اقول لكم ايه، هعمل كده معلش بقى بايدي. انا مره فاتت عجنت عجينه البلح الشام، عملتها بالايد على الكاتنج بورد علشان تطلع عجينه جميله جدا ومتماسكه، وشفتوا بقى كانت من جوه
يعني مديه يعني مقرمشه من بره ومن جوه كانت رائعه. بصوا بقى انا عملت العجينه كده، طبعا هي سخنه بس تمام اهو، هي البيضه واقدر اعمله بايدي لو ما عندكوش عجان عادي جدا اهو كده حلو اهو، شايفين ازاي؟ يا سلام اهي شايفين اهو، يلا بينا شايفين عملتها ازاي بقت كده. طيب انا هاخد بقى العجينه الحلوه دي هحطها دلوقتي حالا في جيب الحلواني. انا حاطه فيه بالبلدي اللي هي بتاعه بلح الشام العاديه اللي هي الشكل ده، في منه مقاسات، انا عايزاه رفيع مش عايزاه تخين ولا كبير ولا يكون يعني ضخم زي بلح الشام. وطبعا سخنت الزيت، هبدا بقى بصوا اعمل كده، نعمل كده واحدتين. اولا بجيب المقص كمان جنبي لانه بيبقى اسرع ليا في الشغل عشان انزله في الزيت واقص بيه على طول. طيب هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي العجينه، وهشيل ده وهعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنزلوش كله يبقى عبء على ايديكم مره واحده. ننزل كده نص العجينه ونص لا اهو لحد ما تبدا تيجي كده. هاخد المقص هنا في الزيت وهبدا انزل اهو، شايفين ازاي بالطريقه دي. بعد كل شويه ازود في العجينه والف كده الجيب بتاعي. تسلموا حبايبي اهو اهو، شايفين حلو ازاي. وننزل تاني شويه من العجين، ما ترهقوش ايديكم، خدوا جزء جزء. ايوه زي صابع الموز صح. بصوا بس جميله بقى لما بتتغمس في الشوكولاته، يعني الولاد هيتبسطوا بيها قوي. بصوا تبقى بقى سخنه كده في السكر والقرفه، الله الله شايفين الجمال. هنحمر بقى التحميره الحلوه دي ونشوف هنشيلهم ازاي، وهنستسمح بقى حضراتكم. بصوا تاخد بس اللون الذهبي، شايفين عامله ازاي اهو، شايفين مقرمشه ومن جوه تبقى جميله وهشه. قدموها بقى سخنه ونبدا ننزلها كده في صوص الشوكولاته او في السكر والقرفه، رائعه. انا خلاص هطلع دول احطهم بس في شويه الايه سكر والقرفه الامامير دول، وتبقى الدنيا جميله اهو. ناخد كده بسم الله، شايفين حمروا بس يبقى شكلها لونها يعني ذهبي اكتر زي كده، هتستمتعوا بيه قوي. ووصفه سهله وبسيطه ما خدتش كميه بيض كتيره، واهي بقى احنا عاملين واحده اهي فيها هناك حضراتكم مخرجنا استاذ ابراهيم هيوريها لنا اهو كده، شايفين الجمال. حالا هطلع بس دي، بصوا في السكر والقرفه وهي سخنه هنا، بصوا خلي ده كده، بصوا هروح عامله كده بالسكر والقرفه عليها بس اهو، وهي سخنه تجنن بقى، الله الله ادي شايفين عامله ازاي، روعه طعمها يجنن. هنحط بقى شويه كمان في الشوكولاته ويلا بينا نستسمح حضراتكم، هنطلع لاستراحه عشان يعني هيشرفنا وينورنا في الفقره اللي جايه ان شاء الله دكتور علاء الدين احمد، علشان نعرف معاه ازاي نخس بشكل صحي ان شاء الله. كل اسئله حضراتكم ومنتظرين تليفوناتكم، تواصل حضراتكم معانا في الفقره دي، وبيكم اي اسئله مستنياكم بعد الاستراحه.